بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن نوع من أنواع التحاليل التي يقوم فيها الطبيب أثناء فترة الحمل للمرأة الحامل، وهو التحليل الثلاثي. طبعا يتم هذا التحليل في الأسبوع 15 إلى الأسبوع 20، يعني للتعرف على يعني خطورة الإصابة بأي نوع من أنواع الاضطرابات أو الأمراض، مثل الاضطرابات الصبغية أو الاضطرابات الكروموسومية في هذه الفترة. طبعا غالبا يعني تشمل يعني الكشف عن متلازمة داون أو نوع من أنواع الثلاثي الصبغ، مثل صبغ 18. قد يتم يعني الكشف فيها عن هذا المرض في هذه الفترة بين الأسبوع 15 والأسبوع 20. أيضا قد يتم الكشف على نوع من الاضطرابات المهمة جدا في الجينات، وهو متلازمة أدادورز، وغالبا يتم يعني أخذ عينة من الدم لقياس وجود مواد معينة في دم الأم لمعرفة هل هي معرضة لهذه الأمراض أو لا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.